السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزول فلاو الأصدقاء ديالي العشاق ديالي المتتبعين ديالي الأوفياء الأعزاء الكرماء الإخوان ديالي الأفاضل الوريقة ديالنا الثانية ديال اليوم الجمعة غادية مزيان الحمد لله بعد ما دخلنا الوريقة الأولى الإخوان اللي لعبنا فيها مقابلة مقدونيا الإخوان مع بلغاريا بقات لنا الوريقة الثانية والثالثة كذلك غنتصوروا معها إن شاء الله بالليل. المهم الإخوان ديال الوريقة الثانية حاليا غادية مزيان لعبنا أصأص لفائدة فرنسا وأصأص لفائدة تشيك مع بولونيا 1000 درهم فيها الإخوان ديالي 7350 درهم الإخوان. هي فرنسا الإخوان الماتش الدقيقة 39 الشوط الأول 3-0 باش ربحها فرنسا مباشرة على قناة دي جي سبورت الرومانية ديريكت كما كتشوفوا الإخوان مباشرة فرنسا مع هولندا وكذلك تشيك ربحها بجول زيرو حاليا على بولونيا وغنطلعوا عليها دابا في القناة الأخرى نشوفوا شحال دايرين حاليا. هي المقابلة ديال تشيك الإخوان ديالي لعبنا ليها الأصأص كذلك هي ربحة بجول زيرو حاليا الحمد لله. ديما كنطحنوا ام دي جي اس اللي بغى يدخل معنا في الجروب في اي بي مرحبا به. ثمن الاشتراك الشهري هو 287 درهم لا نقاش فيها أبدا. يوميا كنطحنوا ام دي جي اس أحسن جروب في اي بي على صعيد المملكة بدون منازع. اللي بغى يدخل معنا مرحبا به الإخوان. ها هي الإخوان تشيك ضيعت ضربة جزاء كيف ما كتشوفوا الإخوان ديالي عفوا يعني ماشي ضربة جزاء الإخوان يعني فقط هجمة مرتدة الإخوان ديالي ماشي ضربة جزاء الأحباء ديالي. المهم حنا ديما في قلب الحدث وديما كنطحنوا ام دي جي اس الإخوان. هانتوما كتشوفوا الدقيقة 41 تشيك ربحها بجول زيرو الشوط الأول مباشرة على قناة سيتي سبورت التشيكية كما كتشوفوا الإخوان. ديما حنا في قلب الحدث اللي بغى يدخل معنا في الجروب في اي بي ديالنا مرحبا به. ثمن الاشتراك الشهري 287 درهم لا نقاش فيها أبدا. صحاب عطيني ماتش فابور صحاب عطيني نجرب صحاب البراش وداوي خاوي عطيوني باتساع المصير ديالكم على طول حيت كون عرفتوا بشحال كنشريو ماتشات زباله ديال الفلوس عن طريق عملات بيتكوين الكترونيه ما تجيش تقول لي شي حاجه فابور. اللي بغى يدخل معنا غدا ان شاء الله السبت يتواصل معايا في الواتساب ديالي 0400 42 38 08. الى اللقاء في امان الله.